ياك الله يا ابو حمد ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بسماع صوتك وجزاك الله خير على هذه المداخله وايضا لتوضيح الامر بشكل اكبر. الله يحييك الله يسلمك. انا بس حبيت اصحح انا ابو صالح. حياك الله ابو صالح، يا هلا ومرحبا فيك. الله يعزك الله يبارك فيك. اول شيء اشكركم حقيقه انتم اللي فعلا يعني حبيتوا انكم تشوفون وجهه النظر الاخرى وانكم ما تظلون على نظر واحدة وتسمعون من جانب واحد. بارك الله فيك. أنا حقيقة للأسف يعني أنا حاولت أن أدخل على العدالة وأشوف اللقاء وأشوف بالضبط شنو اللي تم التحدث عنه، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل أن التلفزيون ما كان جنبي وما قدرت أعرف بالضبط شنو اللي قال أخوي محمد الزنكوي، إنه تم منعه باستخدام المضمار وغيره، وإنه الآن ما يقدر يتدرب في المضمار، وإنتوا جايبين يعني مدرب وعياله أيضا يعني ما قدر يدربهم، وقال إنه هناك مشكلة شخصية ما بينه وبين المدير الفني، فهذا يعني يقول جزاة البطل، وأنا هذا المضمار تم إهداء لي في فترة من الفترات. وأعتقد أنت شفت المقطع الفيديو اللي انتشر أبو صالح. أكيد نعم أيه. انا حقيقه اللي انتشر ثلاث مقاطع، فيديو وفويس مسج واحده، وكان فيها حقيقه تجني. انا ما راح ادش على هذا الموضوع ولا راح، لكن العمليه مجرد توضيح. احنا حقيقه كنا في فتره من الفترات متعاقدين مع الاخ محمد الزنكوي، وهو طبعا لا شك انه بطل والكل يشهد في بطولته والكل يشهد في الاعمال اللي قام فيها بحق الكويت. نعم. ولكن هذه ما فيها منه حقيقه، لا من محمد الزنكوي او من اي شخص ثاني مواطن كويتي عمل من اجل البلد، يعني كلنا عملنا وفي جميع المجالات، والبلد هذا يستحق ان نقدم له ارواحنا ودمائنا في سبيله. نعم. فهذه ما فيها منه. تمام. محمد الزنكوي تعاقد مع الاتحاد كمدرب في تقريبا ال 94 واستمر مثل ما هو قال لغايه 2014 في الاتحاد، كان الله يسلمك مدرب يدرب لمده 20 سنه في الاتحاد. الاتحاد في سنة 2014 درس نتائجه بالفترة السابقة وقرر عدم التجديد له، استمرار في التقاعد. نعم. وأنهي عقده. تمام. ومع هذا استمر الأخ محمد الزنكوي باستخدام مرافق الاتحاد من هذاك التاريخ إلى غاية اليوم. يعني هو لغاية اليوم وإحنا نشوفه موجود في الملعب وما نتكلم. ادعى انه هو يملك الصاله، وادعى انه اللي مسوى الدوائر، وادعى هذه الاجراءات اللي صارت في الوقت السابق. ما في شك هو اذا كان الاتحاد فتح له الملاعبه وعطاه اياها مو معناتها انه يملك الاتحاد. الان هو يتكلم والله كانه هو اللي يملك الاتحاد واحنا المستاجرين عنده. انا ابي اسالك انت واسال كل واحد يسمعني الان، في يعني نتكلم عن أسطورة لعبة الكرة القدم الأخ الفاضل جاسم يعقوب، بطل من أبطاله، عارفينه أنتوا عارفين إنجازاته، هل يحق له أنه يروح يفتح ملاعب اتحاد الكرة ويدرب سواء أولاده أو أي لاعبين آخرين من غير إذن الاتحاد، من غير إرضاء الاتحاد؟ مستحيل. لا موجود. بس بصالح ليش ما يصير تعاون يعني معاكم؟ اوكي خلي يدرب لكن من خلالكم، من خلال تحت مظلتكم. وين المشكله؟ وين المشكله؟ ما في شك من 2014 وهو يدرب واحنا سامحين له. تمام. الان وصلنا الى مرحله ان نبي نرمم احنا طالبين من الهيئه اللي قايمه الان في قضيه صيانه الملعب. حاولنا ان نكلم هذا الرجل فيه انه والله تعال، انتم يمكن شفتوا الفيديو. إيه؟ كان يعني يستهزئ في عمليه صيانه الملعب، واحنا احنا مكلفين في الصيانه، اللي الصيانه هذه بشركه من الهيئه العامه للرياضه. نعم. احنا ما لنا دخل لا من قريب ولا من بعيد.
الملعب نفسه يحتاج الى صيان. الان لو افترضنا ان يعني بغض النظر لو لا سمح الله اصيب اي لاعب من اللاعبين اللي معاه او اي لاعب ثاني يعني بصالح بصالح عفوا للمقاطعه، يعني انت قاعد تقول بسبب صيانه الملعب، يعني باكر ان شاء الله اذا الملعب جاهز ما عندكم مشكله انه يقوم الاخ محمد الزنكا وبالتدريب؟ انا هذا سؤالي لك. لا 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 عفوا انا ما ابي اتقول، انا ما ابي اتقول عليه او اني اعطي، انا انا اذا بغيت اطبق انا اتحدى ان اي مدرب ثاني يدرب بالملعب من غير اذن الاتحاد. اللي مجلس الاداره الحق في اتخاذ القرار اللي يراه. صح كلامك، بس هل بس بس انتم ما راح توافقون له؟ انت يا انت اخوي ابو صالح يعني ما راح توافق له. انا شوف اي ما راح توافق يعني ابو صالح، يعني ابو صالح خلنا نتكلم معك بصراحه، يعني القضيه ما هي قضيه والله سالفه ترميم، هناك وجهه نظر لدى مجلس الاداره بعدم الموافقه لمحمد الزنكوي انه يدرب في المضمار. شوف محمد الزنكوي مدرب حاله حال اي مدرب ثاني. طبعا. انا ازيدك شغله بعد. تفضل ابو صالح تفضل. محمد الزنكوي ليس مسجل باي نادي كمدرب. محمد الزنكوي قاعد يدرب بصفته شخصيه. يعني ما عندي اصلا، يعني انت تقول ان انا بدرب ولدي. هل يعقل اني انا ادشش كل واحد الملعب عشان يدرب ولده؟ بغض النظر عن لا لا بس بس, بس, بس لا بس لا بس ابو صالح محمد الزنكوي مو اي واحد، ريال بطل وريال 20 سنه، انت تقول من ال 94 ل 2014 وهو قاعد يدرب، يعني ايضا هذا يعني ولد اتحاد العاب القوه، يعني مو تقول انه واحد طارق جايك، مو احمد الفضلي مقدم برامج جايك قال لك انا بدرب في المضمار. لا 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 استاذ احمد، انا ما اتكلم عن هذا الشيء، انا لما اتكلم من 94 الى 2014 يدرب في الاتحاد معناتها هذا ادفانتج للبلد اللي اعطاه حق محمد الزنكوي. نعم. انا ما ابي ارجع في تفاصيل شنو محمد الزنكوي قدم خلال ال 20 سنه هذه. لكن الواضح ان عندكم وجهه نظر ما تبون يدرب في المضمار، هي القضيه مو قضيه ترميم ملعب. لا 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 قضيه ترميم ملعب، ليش مو قضيه ترميم ملعب؟ قضيه وقتيه يعني. الملعب قاعد هل هي قضيه وقت؟ لا هل هي قضيه وقت باكر يخلص موضوع الترميم؟ راح توافقون له انه يدرب وتحت مظلتكم كاتحاد؟ انا اتكلم انا اتكلم عن شخصيا عن شخصيتي انا كشخص، لكن ما اتكلم عن قرار مجلس اداره. انا لو يجيني محمد الزنكوي، انا ما ابي اتكلم عن محمد الزنكوي عقب الضجه اللي صارت الان، ولكن انا لو اتكلم الاخ الله يذكره بالخير عباس البصري كان يتدرب هو شخصيا في صاله. يوم من الايام منع، يعني كلمني قال لي انا ابو صالح انا جيت وتدربت هني ومنع. تشوف هذه قرارات تصير قرار مجلس اداره مو على فلان. نعم. ولكن على الكل، لكن ما في باس اكتب كتاب قدمه لمجلس الاداره، ان وافقوا ممكن تدرب، ان ما وافقوا العمليه لابد ان يكون لها نظام. لكن انا لما اكون انا امسك الملعب ويجيني واحد يبي يدرب قصبا علي، اكيد مجلس الاداره راح يكون لهم يعني راي في هذا الامر. ما في شيء اصلا. محمد الزنكوي ترى عندنا صيانه ولا بنشتغل، صرنا ظلمه وصرنا وهذا، وانت يمكن سمعتوا الفيديوهات، فبالتالي مستحيل ان الانسان العقليه اللي معاك هذه اللي تعتقد انها هي تملك المكان هذا انت تبي توافق لها بغض النظر. والله اتكلم ما اتكلم عن وجهه، انا احترم اخواني اعضاء مجلس الاداره متى ما صارت هذه قضيه، متى ما صارت الاغلبيه تصوت ان محمد الزنكوي يتدرب قصبا عليه. نعم. وانا انا انا ماني انا ماني مالك كرسي رئاسه اتحاد العاب القوه، انا لي فتره معينه باي وقت يمكن باكر يمكن عقب باكر تتغير. اوكي. بامكانه انه يجي الله يسلمك ويحضر الى وضحت. مجلس الاداره. وضحت ابو صالح. اذا في كلمه اخيره ابو صالح بشكل سريع. انا اتمنى يعني يفهم اخوي محمد الزنكوي ان العمليه ما هي شخصيه وما هي بهذه الطريقه ان تدار الامور، يعني بالعكس احنا نقدره ونحترمه
ونعزه، وهو يدري احنا نعرف تاريخه كامل من بدايته الى نهايته. يعني احنا عارفين نهايه محمد الزنكوي كامله والاداء اللي عطاه، فاحنا نقدم له كل احترام وتقدير، ولكن مو بهذه الطريقه تدار الامور. نعم. شكرا ابو صالح، تحياتنا لك، والشكر لاخوي العزيز محمد سعيد الخلفان رئيس اتحاد العاب القوة الكويتي.